بالمختصر من قناة سهيل، مرحبا بكم. متحدث الخارجية الفرنسية يؤكد أن التباطؤ في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب في اليمن من قبل ميليشيا الحوثي يفاقم الوضع ميدانيا وينذر باستئناف العمليات الهجومية في أي لحظة. متحدث الخارجية قال إن فرنسا والاتحاد الأوروبي لا يعترفون بميليشيا الحوثي التي تسيطر على جزء من البلاد ولا تحترم الحقوق الأساسية في المناطق التي تسيطر عليها. مصادر محلية في محافظة الجوف قالت إن الميليشيا الحوثية أجبرت يوم أمس عشرات الأسر على مغادرة منازلهم وترك ممتلكاتهم في منطقة الحيفة بمديرية المراشي غربي المحافظة. المصادر قالت إن الأسر المهجرة تعيش واقعاً مجهولاً بعد تهجيرهم قسرياً من قبل ميليشيا الانقلاب وبسط نفوذها على المنطقة. أمين عام نقابة المعلمين اليمنيين الأستاذ حسين الخولاني يقول إن ميليشيا الحوثي ارتكبت جرائم جسيمة في حق التعليم. الخولاني أوضح أن ميليشيا الحوثي جاءت بأجندة طائفية سلالية مرتبطة بإيران تستهدف مؤسسات الدولة وتركز على الجانب التعليمي بهدف تغيير فكر وهوية الأمة والنشء عموما. شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج في بيان لها توضح أن مقرها الرئيس في محافظة مارب وأنه ليس لديها أي فروع أو ممثلين في محافظة أخرى أو أي مدينة أخرى داخل اليمن أو خارجه. الشركة قالت إنها لا تتحمل أي مسؤوليات قانونية أو التزامات مالية تجاه أي اتفاقات قد تبرمها كيانات غير رسمية وتنتحل اسم الشركة لعمليات الاستكشاف والإنتاج. نهاية المختصر، في أمان الله.